دقيقة تعال تعال. لا لا ياب جلدوني جلد الحراس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرت رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو راح ألعب هيتمان 2. ليه فترة مرة ما نزل اللعبة، لكن إذا تذكرون آخر مهمة لعبنا فيها كان في إيطاليا، وكان فيها مهمة رهيبة مرة إنه لازم إنك تدمر الفيروس ومدري إيش، وطبعا يعني ما يحتاج بتجسس وذا قدرت إني أفوز فيها. لكن هذه المرة راح نجرب مهمة في تايلاند. ما أبغى أكثر كلام ولا أطول عليكم، ولكن شكرا شكرا مرة على الدعم في الفترة الأخيرة الأسطوري هذا. يعني ما طول، لا تنسونا لايك وخلونا نتجسس في تايلاند. طيب قبل ما نبدأ المهمة خلوني الآن أشرح لكم ليش لازم إني أقتل هذول الهدفين. اولا عندنا هذه الشخصية اسمها جوردن كروس، وهو مشهور مغني يعني ومشهور مرة، وطبعا راح يصدر ألبوم قوي مرة. بس وقتها في واحدة اسمها هانا ماتت، والشرطة قالوا ان الموت كان طبيعي يعني طاحت بس من فوق، لكن امه وابا البنت يقولون ان جوردن هو اللي اصلا دفها وقتلها يعني. والشخص الثاني اسمه كين مورغان، هو ساعد مرة عشان يخفي عمل هذا يعني. ها فذحين احنا لازم اننا نجلدهم. تعرفون انتم كالعادة جهزت لي اللي يفك الابواب وسم حبوب يعني احتياط. يلا بسم الله نبدأ المهمة. Good luck 47. يلا بسم الله بدينا. اتوقع ان هذا اصلا زي فندق كبير او حاجه فاهمين. واليوم عيد ميلاد المغنيه. شوف شوفوا يا جماعه الموظفين ذولي، شوف كيف لما تقابلوا. والله يسوون حركه رهيبه، ما ادري ايش في ذا حجر على وجهي. يقدرون يعني سنسي، يعرفون السنسي الحقيقي. طيب واو يا المنظر واو. طيب خلونا نشوف الأعداء فين. في واحد فوق وفي واحد تحت هنا، أتوقع اللي تحت الحارس. ها سنسي قلت لكم. أوه هذا هو يا جماعة، حصلنا بسرعة. أوكي يمديني أكون الحارس الشخصي حقه بعدين اجي من ورق. بس هذه حركه مبتدئه مره. لا لا ما عليكم منها. دقيقه يا جماعه حصلت مهمه، خلونا نسمع هذا واللي ايش يقولون. اوكي اني البس زي الحارس سنسي كذا ولا ايه؟ حصلنا مهمه عشان نقضي على المغني، يقول لك ان في صوت للبنت اللي قتلها. هذه احلى فرصه يعني انك تستهدف الذا يعني تجذبه، تقول ايه عندي الصوت يجي. لازم اني اروح ادخل القصر وابحث، بس ما اتوقع يدخلوني، لازم لبس الحراس. لا دقيقة اقدر ادخل صح؟ ايوه عادي، هذا اصلا زي المطعم. او ماي جاد يا جماعة اللي صايم الله يرحمك، سمك هنا موجود كل الانواع. هنا اقدر اكمل ادخل؟ اوه هذا يعني مكان العصيرات وكذا يعني. هنا ما اقدر صح؟ والله ما اقدر ادخل يا جماعة. شكلها خليها بعدين، هذه المفروض اخليها بعدين. اوه او تعال من ورا. اوه دخلت عادي. اوكي والله يا جماعة ما عرفت ادخل. دقيقة ممكن احصل لي هنا مهمة ثانية. يا جماعة هذه المهمة احسن، حق الطبل مدري الدرم هذا نفسه اعتزل من الفرقة، وذحن جايبين واحد جديد، بس الجديد هذا لسه ما قابل يعني اللي راح يسوي له المقابلة. اقدر اني انا اكون فهمتم فهمتم. يلا يلا اوكي لازم اول حاجة البس زي هذا اللي راح يقدم الوظيفة مدري ايش. اوكي ستاف. اوه مكان الموظفين حلو حلو. دقيقة 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 خلك زابن، لازم في حارس هنا. ها بس أهدى. تعرفون أنتم الخطة الاستراتيجية الطفاية ولا ما تعرفوها؟ لا؟ أوكي دعنا أوريك. تأخذ الطفاية ذي وتأيم على هذه هيت شوت. ليش اللي قدام؟ عشان اللي قدام يقول أوه إيه ده، وتجي من ورا برضو وتجلده. مو اللي تجلد اللي ورا بعدين اللي قدام يقول كذا يعني. ما يحتاج أشرح لكم بس. بلع! أيوه أنت أبلع. يلا يلا سريع.
اوكي اوكي خذ اللبس سريع. ما في زباله يا جماعه احطهم فيها. او ماي جاد يا هو يا جماعه كل مره تطلع لي مهمه. دقيقه راح اشرح لكم بس اصبروا. اوكي ابلع وانت ابلع سريع 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 ابلع. ايوه اوكي اوكي اصبروا اصبروا اصبروا. بالله كيف الهيد شوت ورب هيد شوت صح. خذ لك الذا ايوه لبس ال اوكي الشيف. انا ترى دحين عندي مهمه ثانيه انا خلاص. خذ القطعه هذه ابغاها حق السكر مدري ايش. ايوه طيب خلاص اطلع من هنا اطلع من هنا. دحين انا راح اضبط له الكيكه حقه لانه البيرث داي مدري ايش حقه. بليز دخلوني بليز. سلام ادخل غصبا عنك. زين له الكيكه انا. أوه. اوكي كاميرات اصبر يا بندر انتبه انتبه. اوه ايش ذا مكسر شكل واحد عصب. ايوه هذه هلا هذا هو يا جماعه. اوكي راح ازين لك ذحن الكيكه على كيف كيفك. ضبط لك عمرك 27 معلقه ضبط لك ذحين. ابغى احط فيها سم وفي نفس الوقت يعني احط ال 27 بس انه الحيوان يراقب هذه المشكله. في حارس اتوقع راح يكشفني لو حطيت. الان الفرصه الفرصه سريع. او ماي جاد ما ادري كيف ما انتبه ما ادري كيف ما انتبه يا جماعه. اوكي حط له الف مبروك يا وحش الف مبروك. خلاص هاب بيرث داي تو يو. لا طلع هذا مو هو معليش يا جماعه دحين يجي هو. هو فوق ها فوق هو. متحمس يا جماعه اوكي يلا يلا يا شباب اعطينا اعطيه هاب بيرث داي. هي يا جماعه الكيكه فيجن يقول لك يعني خضروات بس. شلون كيف كيك من أوكي. يلا 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 راح نفاجئه راح نفاجئه. يلا يلا يا شباب في اي لحظه الان الله ايه سبرايز ايش الفم ذا. هابي بيرثداي ما يدري انه هي زين مسوي انه ما ادري معروف هذه الحركات ترى. مبسوط يقول الكيكه فيجن ها واو ايش في؟ لا مو كذا يا اخي احترم. اوه يقول رهيبه اوكي؟ اقطع لك اقطع لك. مستر ستارك يا جماعه السم اللي في البدايه فادني مره. ايوه ايه سحبوا عليه. لا مو سحبوا عليه هي البنت اللي قالت اطلعوا كلكم يعني. انا اطلع بين اطلع. ايوه ايوه او ماي جاد اوكي اوكي. هي الحبوب يا جماعه. دقيقه الحبوب ما قتلته ما قتلته الحبوب يا شباب. دقيقه تعال تعال. لا لا ياب جلدوني جلد الحراس. هذه المرة عندي خطة رهيبة راح ازبن هنا خليهم كلهم يطلعون اجلد البنت بعدين اسحبوا الرقبة وازبنه هنا. ايوه سريع 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 سريع. يا سلام يا تايمينج يا بندر. اوكي تعال 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 اوكي ما حد يدري اصلا ما حد يدري خلهم هم في الغرفة متكين. طيب دحين شيل لك الرقبة وذا شيل برضو يلا. تارجت داون كين مورغان زبن هنا يلا يلا والبنت برضو يلا. باقي دحين الحارس مدري ايش هذاك اللي ساعده انه يطلع من القضية مدري. طيب وريك. او ماي جاد اوكي هاي هاي ايش في بسم الله كشفني. اوه اوكي 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 جالسين يدوروا لي يدوروا لي. تعال حبيبي بلع لك اسحب سريع سريع تعال. ايوه البس وسريع حط هنا. ايوه خلاص تمام
انا دحين حارس. يا شباب تذكرون المكان اللي قلت لكم توسخ مدري ايش؟ في واحد سكران هو اللي وسخ، فنقدر نستفيد من هذا الشيء يعني بطريقه ما، ونجذب الثاني وبعدين ما ادري كيف، ما انا فاهم، بس نتبع المهمه ونشوف. لازم اني اخذ اللبس ذا ايزي، خبزهم الاثنين بس ما عليكم. في ثلاثة، في ثلاثة. طيب اصبر اصبر، اقدر ارجع البس لبس ذا احسن صح؟ ولا لبس عادي؟ لبس حارس اتوقع او شيء. هنا هذا المطبخ، انا خبزت لك هذا وغيرت اللبس، دحين البسه خلاص صح؟ يا سلام، حلو حلو حلو. طيب دحين نروح لازم لشخص اسمه مورغان. هاي هذا هو كين مورغان. يلا يلا نكلم الرجال، نكلمه يلا. السلام عليكم يا ولد. مستر مورغان سير. ايوه. وين كان اي هاف ماي سويت بليز؟ هو يبغى ايش؟ طيب طيب خلص. اوح ليش الغضب هذا؟ يقول لي خلى مساحه بيننا. طيب معليش. ريلي از ريدي فور يو ناو، فولو مي بليز. دحين لازم اوصله لل السويت حقه يعني الفندق ما ادري ايش. يلا حياك الله، تفضل معي. في واحد هنا حيوان ممكن يشك فيه. ايوه الحمد لله، هو لف الحمد لله. سريع سريع روح من هذا الجهاز. ايوه انتبه. يلا يا دب سريع، لازم اني امشي شويه شويه. المشكله لو واحد كشفني هذه مشكله بعدين. ورب المصحف هذا يمشي على بيض يا اخي. يلا، والمشكله اذا بعدت عنه يسحب علي. تفضل تفضل حياك، هذا هذا السويد كامل لك. ايش راح نسوي معاه؟ ها برج العرب؟ فين احنا؟ تايلاند مو برج العرب. ايش؟ اوه يقول لي نظف ذي. لنا الله بس يا شباب، لنا الله. طيب طيب رعان، لا تذل لنا، لا تذل لنا بس. اوري امك انا. طيب جالس يشوف المكتب حقه. اوكي. Covered in dust. I dare say. لازم انظف برضه. So-called cleaning was rather superficial. نظف له يستاهل، ما عليه. Go on. اوه هذه مرمية في الأرض، خذها خذها. اوكي. A definite improvement. ايش باقي غير زيادة؟ الحمام، هو هنا المفروض، الجريمة المفروض هنا. بس المشكلة أن الحارس داخل هنا يعني هذا. اوكي نظفت له ذي. طيب تبغى تتروش حاجة خذ راحتك. هو دحين في السويت، بس المشكلة أن ذا الحارس خفيف. ايوه ايوه يا هي الفرصه. الحارس اصلا بعد. اوكي اوكي هيز ديد، هيز ديد. حلو حلو حلو. طيب خلاص خلاص دحين الهروب، الهروب الاسويت ولا اي شيء، اهرب بس اهرب. يلا سريع 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 قبل ما يكشف الجثه، بس قبل ما يكشفها. في المخرج اتوقع الرئيسي اللي انا اصلا جيت منه، بس في واحد هنا راح يكشفني. الله يستر. ايوه حلو. يلا خلاص. ها ايزي ايزي ايزي. هذا الخروج خلاص. ها شوف ايش راح اسوي قبل ما اخرج. دقيقه بس. لا وبلا خلاص. ما قتلتهم بس يعني خليت الواحد يصدع. لكن ايزي ميشن كالعاده يعني. اوكي شباب خلصنا المهمه، باقي لنا بس مهمتين وننتهي، واحده في امريكا وواحده في اليابان. هذه اكثر واحده متحمس لها. اكرر مره ثانيه شكرا مره لكم على الدعم. بس لا تنسون جيم وان وقتها تعطوني لايك، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.
تا 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 ت